وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم سالي، وإلى عالم التحول الرقمي. صحيح، رح نحكي عن شيء جديد وبيواكب التطور ميسان، وخاصة بالمؤسسات، كيف عم بيصير هذا الموضوع، كيف يحول التحول الرقمي أي مؤسسة لرقمية. هذه المؤسسة بتكون التكنولوجيا للتطوير المستمر لجميع جوانب نماذج أعمالها، ما كيف بتقدمه، كيف بتتفاعل معه مع العملاء، وكيف بتشتغل على هذا الأساس. كل هالتفاصيل رح نتعرف عليها أكثر مع الصحفية زميلتنا هبة قاسم. يسعد صباحك أستاذة هبة. صباح النور، أهلا شكرا وسهلا. يسعد على صباحك وأهلا وسهلا فيكي سيدة هبة. بالبداية وقت منحكي عن التحول الرقمي، في كتير أشخاص بتقول شو هو التحول الرقمي، بشو بيدخل، شو المجالات اللي ممكن يدخل لها؟ هلا التحول الرقمي صح هو تحويل العمل اللي احنا بنقوم فيه الى عمليه رقميه من خلال الاتمته. نعم. تحديدا يعني الاستغناء عن الاعمال التقليديه مثل الورقيات والاجهزه الحاليه اللي احنا بنستخدمها، وبالتالي تصبح مؤتمته، وهذه الاتمته تتحول الى ارقام ضمن خوارزميات معينه. فهذا هو التحول الرقمي أو ما يسمى عملية الرقمنة، وهي يمكن صارت بكل العالم من وقت كتير كبير. هذا الشيء عم نشوفه يمكن، لا يعني هي صارت بكل العالم. نعم. ولكن الفكرة موجودة من عام 1703 تماما، اللي اخترع الفكرة هو العالم جوتفريد فيلهم ألماني، مؤسس علم التفاضل والتكامل مع أينشتاين. وأول حاسوب كبير ضخم تمت صناعته عام 1939، وأول حاسوب شخصي كان تمت صناعته عام 1950. طبعا كانت بالأيام الماضية كلها خلال الفترات الماضية عمليات ورقية. نعم. وأرشيف كله ورقي. فتم التحول من خلال ذواكر الحواسيب، يتم وضع هذه الوقر والورقيات على ذواكر الحواسيب، ثم نعم. أصبحت على سي دي ودي في دي، بعدين على فلاشة، والآن توضع ضمن خلينا نقول بنك معلومات أو بنك بيانات ضخم في كل دولة من الدول. نعم. حلو، يعني كل حياتنا خلينا نقول عم تتطور يوم عن يوم أستاذة هبة، ويمكن مجال التحول الرقمي فينا نعتبره صحيح كان من زمان، يعني كان خلينا نقول كشيء ثابت، ولكن هلأ شيء متطور. يعني للتحول الرقمي خلينا نقول في شغلات كتيرة، بأي مجال هلأ عم بيأثر؟ خلينا نحكي عن مجالات تأثير التحول الرقمي. هلأ التحول الرقمي هدفه تسهيل حياة الناس، ولكن احنا في مقالاتنا سمينا احتلال رقمي وليس تحول رقمي. ليه؟ شو السبب؟ احتلال رقمي لأن الدول الكبرى هي من تحتكر موضوع تقنية المعلومات، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي اخترعت الشبكة العنكبوتية. وطبعا هناك مصطلح اسمه مصطلح المقاربات المفتوحة. شو المقصود بالمقاربات المفتوحة؟ يعني بياناتك أنت كدولة مفتوحة على الإنترنت العالمي، فبالتالي أنت عرضة أنه للخطر. كل مراكز الأبحاث في الدول الأخرى أنت عم بتشوف بياناتك، عملياتك التجارية، بياناتك الشخصية إلى أبحاث. آخره. يعني أنا بعطيكي مثال، أنت بتنزلي تطبيق حاليا عن طريق جوجل، تطبيق بتدخلي فيه بياناتك الشخصية. نعم. طيب جوجل، انت وعم بتدخلي بياناتك على هذا التطبيق، مركز أبحاث جوجل عم بيسجل كل بياناتك، مركز أبحاث جوجل حول العالم، وأهمها مركز أبحاث جوجل في تل الربيع المحتلة. فهون احنا بدنا نحكي بمختصر انه احنا ما عاد في خصوصية. يعني بعطيكي مثال آخر، حالياً توجد ساعة رقمية ممكن وصلها على جهاز الموبايل، ومنتشرة عدة سنوات، من عدة سنوات موجودة حول العالم. هي الساعة بتعرف تفاصيلك، وينك أنت، بأي منطقة، حتى بأي غرفة من بيتك، دقات قلبك، ضغطك، وين رحتي، وين اجيتي، كل هدول. وإحنا كمان في نقطة هون بهي النقطة، أنا كإنسانة ومثلي كتير ناس، نحن لسنا ضد التحول الرقمي في سوريا،
ولكن وقت اللي احنا عنا شيء اسمه المقاربات المفتوحة او البيانات المفتوحة على السيرفرات العالمية، هون انا شوي بدي اتريث انه التطبيق اللي بيعمل على الانترنت العالمي ممكن ان يعمل على انترنت داخلية، سيرفرات داخلية، بحيث انه تكون بيانات المواطن السوري محمية. وهذا احد اوجه الخلافات بين امريكا وبين حلفائها حول العالم، انه بدها امريكا تعرف كل شاردة واردة عن حلفائها. هذا احد اوجه الخلافات السياسية العميقة غير المعلنة عبر وسائل الاعلام. كيف نعتبرها يعني ميسان ايضا سوء استخدام؟ في العديد يمكن من الدول هي عم تعمل شيء خاص فيها وعم تعمل تطبيقات خاصة، وشفنا دول مثل ألمانيا كمان اللي هي صار عندها نموذج كتير مهم عن التطبيقات الداخلية. الصين كمان عندها تطبيقات خاصة ومتميزة جدا، يمكن قدرت من خلالها فعلا أنه هي تحمي خصوصية فينا نقول مواطنينا والأشخاص الموجودين داخل البلد. فيمكن التحول الرقمي هو بحاجة لدراسة حقيقية وبحاجة لدراسة متطورة نقدر من خلالها نعمل شيء خاص فينا أيضا. عنا يمكن مهندسين متميزين بسوريا كتير، وعنا أشخاص مبرمجين كتير مهمين وعم يقدروا أنه هن يطوروا بهذا الموضوع وهذا المجال. أستاذتي الكريمة، خلينا بهي النقطة نقول أنه ضمن وثائق، أنا رح جاوبك بطريقة أخرى على مداخلتك أو سؤالك، ضمن وثائق إدوارد سنودن ووثائق ويكيليكس، أمريكا استطاعت زرع فيروسات عبر الإنترنت ضمن منظومة الطاقة اليابانية. أنه في حال اليابان قررت أنها لن تكون حليف للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل، بكبسة زر في وكالة الأمن القومي الأمريكي تغرق اليابان في الظلام وتعطل عجلة الإنتاج كاملة. صح. إحنا منقول أين نحن من هذا؟ صحيح. يعني أول شغلة أنت بده يكون عندك بنية تحتية، الشيء بنية تحتية جاهزة تماما للحماية. تمام، بده يكون عندك حماية البيانات. نعم. ومعروفك حماية البيانات، لا توجد سرية على البيانات في عصر العولمة الرقمية. طبعاً غير آمنة. عولمة رقمية. طبعاً. تمام. وخلينا نكون واضحين أكثر، ما يسمى بالتحول الرقمي هو يندرج ضمن إطار النظام العالمي الجديد New World Order. وإحنا هون من دق ناقوس الخطر منقول إنه في المستقبل ما عاد في اسم سالي، ما عاد في اسم حضرتك، ما عاد في اسم هبة، ما عاد في اسم دولة اسمها سوريا أو الأردن أو المغرب أو غيرها. لا، نصبح أرقام. تختفي الأنساب، تختفي الحدود بين الدول، يصبح العالم كله عالم رقمي واحد. هلأ الهوية، نحن بنعرف الاسم هو هوية الشخص أو هو الذي يحدد هوية الشخص، بس صرنا أرقام، وين هوياتنا نحن؟ فينا نسأل هذا السؤال. ما عاد في عندك هوية، لا يوجد تاريخك، رح لك إياها بصراحة، بيضيع تاريخك، بمحل وجودك. تمام. وإذا بدنا نحكي عن هالموضوع بشكل أعمق، اللي عم بيصير حاليا حول العالم هو عملية سحب السيولة من السوق، السيولة النقدية الكاش، سحبه من السوق بكافة أنواع العملات. ليش؟ يتم تطبيق حاليا البروتوكول 21 من بروتوكولات حكماء صهيون، وهو سحب السيولة النقدية من السوق لوضعها بيد فئة معينة تتحكم بحياتنا من خلال التحول الرقمي. وهذا يعني أنه كل الدول، خاصة في دول ما يسمى العالم الثالث، ستصبح مستهلكة للمعرفة، مستهلكة للتكنولوجيا، ممنوعة من الإنتاج. وإحنا هون منحذر أنه إحنا دائما كدولة تعاني حالة حرب 10 سنوات، إحنا منطلب من دولتنا ومن رجال دولتنا وعلى رأسهم السيد الرئيس القائد بشار الأسد
أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي أولاً في الزراعة والصناعة. أكيد هذا الموضوع حث عليه. هذا الأمر يجب أن يتواكب. صحيح. بتدريج دائماً التحول. دائماً نحن أستاذة هبة يمكن أنت على اطلاع دائماً إنه نحن عم نركز على هذا الموضوع اللي عم تحكي عنه عن جد. إحنا بدنا نمشي فيه بالتدريج. تماماً. لأنه لا نتحمل صدمة أخرى اقتصادياً ولا حتى اجتماعياً. صحيح. يعني أنا كتبت مقال. احتلال رقمي وليس تحول رقمي، سمعته أنا إلي اسم، أنا ما اسمي رقم، أنا إلي اسم، أنا اسمي أبو الزلف. حلو. هذا المأخوذ من مسرحية غربي، حطيته كمقدمة للمقال. فإحنا بالنهاية وقت اللي بده يصير أنه أنت لا عندي ما عندك حدود بين الدول، معناته إحنا خضعنا إلى احتلال. صح. وهذا النوع الرابع من الاحتلالات، لأنه كان في عندك احتلال عسكري، احتلال اقتصادي، احتلالات ثقافية. هلأ بلشنا بالنوع الرابع من الاحتلال وهو الاحتلال التكنولوجي. ولكن ما فينا يمكن نكون بمنأى عن التطور اللي يعني يحدث بالعالم بشكل عام، ولكن ذكرتي حضرتك أنه نحن فعلا بدول العالم الثالث هن مستهلكين للأسف للتكنولوجيا، للأسف الشديد أنه يمكن هذا الشيء كمان عم يساهم في المجتمع. مجتمعنا هو عم يساهم بأنه يكون مستهلك للتكنولوجيا. صحيح. ويمكن عم يكون في عنده هذا اللاوعي باستخدام التكنولوجيا بطرق عشوائية جدا. أستاذتي الكريمة، إحنا في هذه الدول لا نقوم بتصنيع شيء. يعني على صعيد ولاعة السجائر القداحة نحن نستوردها من الصين أو من أي دولة أخرى، لا نصنعها ببلدنا، ولكن طبعا عندنا امكانيات كثير كبيره ببلدنا الى القيام وعندنا شباب وعندنا رجال وعندنا سيدات قادرات صدقا على انه يعملوا هذا الشيء. هل هناك حكومه العالم الخفيه، انا بدي احكي حكومه العالم الخفيه، هل تصرح لاي دوله حتى شركات التكنولوجيا العالميه مثل مايكروسوفت وتسلا وغيرها، هل تصرح لك انت كدوله انك عقوبات. انت تعملي برنامج مكافحة فيروسات خاص فيكي، إنتاج سوري أو إنتاج أردني للأسف أو نشتري إنتاج كل إماراتي أو كذا؟ صح. لا لا. إحنا نشتري كل المضادات. وعلى كلمة العقوبات اللي حكتها الأخت العزيزة الزميلة سالي، إحنا بنسأل التقنية الشركات اللي عم تدخل على البلد حاليا أين هي من العقوبات الأمريكية ومن قانون قيصر؟ هذا بيرسم عشرات إشارات الاستفهام، علماً أنه قانون قيصر يعاقب هذه الشركات التي تعمل في تقديم خدمات تقنية المعلومات للدولة السورية. ليش هي الشركات تم استثناءها من قانون قيصر؟ أم وراء الأتمي ما وراءها؟ نعم. يعني نحن حكينا فعلا عن هذا الموضوع اللي جدا مهم انه نذكره، وحضرتك ذكرتي لنا تفاصيل كثير مهمه عن التحول الرقمي. بدنا نشكرك سيده هبه على وجودك معنا لليوم وعلى المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لكم على هذا اللقاء، وبشكر وجود حضرتك وبشكر الاستاذه سالي. بالختام بس حابين ننوه، يمكن عفوا للمقاطعه، يعني نحن حكينا على الاحتلال، هل هناك ايجابيات للتحول الرقمي؟ طبعا في ايجابيات. خلينا نحكي باختصار معلش مشان ما يقولوا هلا نحن حكينا سلبيات، نحن لا نهاجم. نحن لا نهاجم، بالعكس انا بالبدايه حكيتها انه انا لست ضد التحول الرقمي، وشريحه مثلي كبيره ليست ضد التحول الرقمي اذا هذا الامر بيسهل لي حياتي. نعم. واحد تمام، تسهيل حياتي، بيزيد الانتاج، ولكن بيسرع العمليات اليومية، فواتير إلى آخره، تسديد قروض بنك وغيره. ولكن أن نصبح خلال سنة سنتين أو عشرة عبيد لهذه التكنولوجيا ومراقبين حتى في غرف نومنا، فهذا الأمر المرفوض تماما، لأنه هون ما عندك خصوصية، وهون أنت فقدتي استقلاليتك كشخص. نعم. فما بالك إذا فقدتي استقلاليتك كدولة من خلال التكنولوجيا. نعم. أو ما يسمى
التحول الرقمي العالمي. تمام، يعني اليوم نحن في صدد يمكن الإشارة والتنويه إلى هذا الموضوع جدا المهم في ظل العولمة، خلينا نقول في ظل التطور التكنولوجي اللي أحيانا حتى سوريا مستهدفة فيه. يعني إذا بدنا نفوت للقصص كتير نحن تأذينا من هذا الموضوع، وكل دولة عربية تأذت من هذا الموضوع. يعني إحنا بنعطي مثال بسيط، انه عدد كبير من التطبيقات، انت بتنزلي تطبيق على موبايلك بدك مثلا انه هذا التطبيق مشان تحديث مثلا بعض البرامج عندك، اخترق اي تطبيق يطلب معلوماتك الشخصية ورقم هاتفك وتحديد موقعك، تأكدي تماما انه هو تطبيق تجسسي ليس بريء. اي تطبيق. اذا شو المطلوب عنا في سوريا؟ وانا بحكي بسوريا ولانه هذا يعتبر جزء أمن وطني وقومي، وهي بلدنا وكلياتنا مفروض ندافع عنها بمختلف المجالات. نعم. المطلوب من الدولة السورية ومن علمائنا السوريين المختصين بتقنية المعلومات اللي احنا بنرفع راسنا فيهم، العمل على إنشاء دارة داخلية. نعم. بحيث انه احنا بياناتنا كأشخاص وكدولة وكمواطنين تكون محمية تماماً وليست مفتوحة على الانترنت العالمي. نعم. وإحنا بنعرف صار في مؤتمر اسمه مؤتمر التحول الرقمي من صحيح. فترة تمت مداخلة عبر الأوسكوا، تمت مداخلة عبر الأوسكوا. الأوسكوا من يديرها؟ تتبع الأمم المتحدة. طيب الأمم المتحدة من التي يديرها؟ يديرها مجلس حكماء العالم الثلاثة والثلاثين المنتمي اللي هن زعماء الماسونية، أغنى أغنياء العالم. نعم. وانضمت لهم حاليا أو من عدة سنوات كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات مثل شركات بيل غيتس، مايكروسوفت وتسلا وأمازون وغيرها. فإحنا أين نحن من هذا؟ نسأل حالنا سؤال. نعم. وين اقتصادنا؟ إذا إحنا بدنا نستغني عن الاقتصاد الإنتاجي والاكتفاء الذاتي من أجل والله تحول رقمي، فنحن سنتعرض إلى هزة اقتصادية كبرى لن نكون في منأى عنها. ما بدنا ننسى أنه نحن فعلا طالعين من حرب، وأكيد أيضا نعاني كسوريين ما نعاني بعد الحرب. فعلا بنتمنى أنه الشغلات يلي ذكرتيها تقدر تاخذ صداها. شكرا كثير لك سيدة هبة. شكرا. تعقيب على كلمة حضرتك الأخيرة، إحنا لسه ما طلعنا من الحرب، إحنا الآن في خضم الحرب. نعم. الاقتصادية. نعم طبعاً أكيد الحبيبة. اقتصادياً ما زلنا فيها. نحن منقول كلمتين كشعب، وبحكي عن نفسي أيضاً، لا نريد أن يكون التحول الرقمي عبارة عن ترف، لا، علينا تأسيس بنية تحتية حاجة صحيحة أساسية. بنية تحتية صحيحة، اكتفاء ذاتي في مجالات توفر. نعم. لنا الأمن الغذائي. نعم. وبعدها تدريجيا يطول الحديث معك استاذة هبة قاسم. نتشكر وجودك معنا، نتشكر المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا اياها ونورتي صباحنا. شكرا لحضرتك. شكرا لك.